السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا حكيت كتير عن الهرمونات وقديش إنه إلها أثر كبير يعني على النساء، طبعا في إنه على الرجال، بس الهرمونات اللي عند النساء بكتير كتير بتغير من يعني بتتدخلها من مرحلة لمرحلة، وهذه ممكن يكون فيها معاها آثار سلبية. وحكيت عن الرياضة وأهميتها، بس اللي أنا بدي إياكم تستوعبوني، خليني أخذ من أعمار شوي شوي. العمر فترة المراهقة بتصير لخبطة بالهرمونات، وبتصير إنه في أوقات البنت بتبقى فجأة هيك ضعيفة وبعدين نفشت، هذه هرمونات بتتغير. طيب وبعد من الـ40 إنه بنفس الإشي بتصير برضو تغييرات هرمونات، وبرضو إنه ممكن إنه تدخن بزيادة. غير إنه في عنا الهرمونات اللي بتلعب دور كبير لما بصير حمل ورضاعة وسهر وقلق وتوتر، كل هذه إنه لأنه جسمنا كله مبني على الهرمونات. عشان هيك أنا قلت السعرات الحرارية هاي مدمرة للهرمونات. وفي كتير نساء قالوا لي طب أنا عم بعمل رياضة نوعا ما وباكل أكل صحي، بس إنه لسه متوترة. برضو التوتر هذا هرمون الكورتيزول بيسيطر علينا. هرمون الكورتيزول لما إنه يزيد، أولا بيقلل من إنتاج الهرمونات، ثانيا هو اللي ممكن يجيب اللي هو احنا فاكرين قلت لكم الإجهاد القضري، وعملت حلقة كاملة في قناة اليوتيوب على إنه كيف الواحد إنه ممكن إنه هرمون واحد بيضرب هرمونات، وغدة واحدة بتضرب غدد، يعني حتى بتأثر على الغدة الدرقية. لذلك يعني لازم نستوعب إنه الأكل الصحي لحاله ما بيكفي، لازم أكل صحي ولازم يكون في معاها رياضة. طبعا الناحية الروحانية الصلاة والعبادة وهذا الشيء، بس أنا عم بحكي على النقطتين. فاللي بيعمل رياضة وبيجوع حاله هذا غلط، واللي بياكل بس صحي وما بيعمل رياضة هذا غلط، لأنه أنت راح تضرب الهرمونات، ولما تضرب الهرمونات يصير صعب كتير إنه أنت تظبطيها. فلذلك أنا نصيحتي للصبايا حبيباتي يا قلبي، أنتو يعني لازم، والله أنا أولادي من هم أطفال دخلتهم الرياضة، كل واحد اللي دخل كيك بوكسينج، وواحدة من بناته الثانية دخلت السباحة، وثالث واحد دخل التايكوندو، يعني ولهلأ ما شاء الله عليهم إنه كبار ولهلأ مستمرين بالرياضة. الرياضة هذه يعني فيها تغيير روحانية، بتأثر على النفسية، بتأثر على الدماغ، هي اللي كانت تخليهم تشجعهم على إنه هم يدرسوا، هي اللي بتأثر على إنه هي بيناموا كانوا بالليل. يعني إحنا عندي نظام أنا وولادي إنه لازم نعمل رياضة، ثانيا لازم ننام بالليل، يعني وهذه كلها بتصير. وبعد يعني كلنا الساعة 9:30 10 بنكون بالسرير، يعني لأنه كلنا بنصحى على 5 5:30، فهذه هذا أكتر نظام صحي. صحيح وقتها لسه ما كناش متبعين الأكل الصحي اللي أنا بعدين تعرفت عليه، بس هذا كان جزء من اللي إحنا كنا نعمله. بعدين لما عرفنا الأكل الصحي، فأنا ابتديت رياضتي على الـ40. يعني أنا يعني يمكن مرة قلتها إذا ندمت على شيء يا ريتني عملتها من قبل، بس الحمد لله وفضل الله إني أنا ابتديت الرياضة، لأنه كان عندي الخنقة والاكتئاب وهرمونات عم تتغير وكلها على بعضها، هذه يعني جزء من الطريق اللي أنا تخلصت فيه من هذا الاكتئاب الرياضة. حتى هلأ أنا قريت أبحاث، في عنا هرمون اسمه هرمون الأمل بيطلع بس مع الرياضة، سبحان الله. يعني حتى الصحابة لما قالوا علموا أولادكم الرياضة، يعني مش ما إجتش هيك بس مجرد إنه معلومة مهمة جدا، العلم بشوي شوي بيتطور وبيعرفنا. فهذه الرياضة يعني هذا هرمون الأمل اللي بيأثر على الدماغ وبيخلي واحد شوية إنه مرتاح، بيأثر على كمان على القلب، على الجسد، على كل جسمنا هذا. وفي هرمونات سعادة وفي هرمونات بتسكن الألم بالرياضة، يعني كل الهرمونات هاي بتشتغل بس بالرياضة. فتخيل، لانه القبض القبضه هاي انه هي اللي بتخلي طريقه الرياضه هذه هي اللي بتخلي هدول الهرمونات تشتغل. طيب اذا احنا النساء اللي هي بتقول لي انا عندي مشاكل في المفاصل، عندي مشاكل، ما هو يا اختي يا حبيبتي اذا كان عندك مشاكل، ولا يا اخي العزيز، طب ما هو هذا لانه اولا التهابات بتكون. طب في بالفيديوهات كتير انا حكيت على انه قديش مهم انه احنا ناخد الانتي اوكسيدنتس ونتبع الانتي اوكسيدنتس ونتبع الاكلات الصحيه. طيب اذا احنا تبعنا اكلات صحيه واخذنا انتي اوكسيدنتس، بس لا لازم نحركها. يعني انا حاطه في اليوتيوب يعني كتير فيديوهات حتى للناس اللي لسه اول مره وللكبار في العمر، انه هي قاعده كيف تعمل انه هذه، لانه اوكي اذا انت ما حركتي وخفتي انا بوجعني، انا ما بدي اتحرك عشان بتوجعني، حتيبس تيبس تيجي خطه هيك حطق. لفتوا ليش انه احنا لازم نحرك، لازم يكون في ليونه، لازم يكون في للزوجه في هنا بالمفاصل، ولازم نعالجها باكثر من طرق
مش بس الأدوية ما راح تخليك تقومي، لازم تقومي تتحركي. والله أنا كان عندي مشكلة في الركبة الشمال هذه، عادت فترة حتى بعد الرياضة كانت توجعني، بعدين اختفت، أنا حتى ما انتبهت إمتى اختفت، بس بتذكر إنه بطلت إنه أتألم منها، لأنه إحنا مع الألم بيكون متعودين عليه كأنه خلص صار إشي جزء من حياتنا وفجأة بيختفي. فالنساء يعني أو البنات فترة المراهقة بتحس إنه هي تغيير الهرمونات بتخنها، هي بس تغيير، لكن إذا هي اتبعت الرياضة ونظام صحي رح ترجع وتعمل يعني شيب لجسمها. طب فترة الـ40 وفوق نفس الإشي الستات، إحنا للأسف هلأ صار إنه المينوباز إنه بيبتدي من الـ40، يعني بري مينوباز قبل فترة انقطاع الدورة الشهرية، بيبتدي على إنه تنقطع، مثلا في ناس بالـ40 تنقطع، في ناس بتاع 45. هي كان زمان من شيء تقريبا 70 80 سنة كانت تنقطع الفترة هذه، انقطاع الدورة الشهرية كانت تبتدي من الستينات، لأنه كان في لسه نساء عمالها بتخلف على الـ60. بشوفوا احنا هلا وصلنا ليش، نتيجة الأكل، نتيجة البيئة، نتيجة إنه احنا إهمالنا وبالرياضة، كلها هذه بنهمل. لما نهمل احنا بصحتنا من ناحية الرياضة والروحانية وكمان الأكل هذا، احنا بنتأثر، يمكن ما بنحس هلا، يعني بعض النساء ما بتحس. حبيبتي انت هلا محاسة بس بعدين رح تندمي، لأنه هاي الرياضة زي ما قلت لكم إنه في هرمون انه الهوب هذا اللي بيأثر على الجسم. طيب طب ما احنا بعد فتره النساء بالذات من كتر الحمل والهذا بقول لك اكثر عرضه لهشاشه العظام. طب هشاشه العظام ايش بدها؟ طب ما بدها عضلات تغطيها، لانه هلا ليش لما انه بتروحي على المستشفى حتلاقي كثير نساء اللي كسر حوضها، يعني يا لطيف، واللي اول ما توقع بتنكسر، ليش؟ لانه بسكوت بسكوت. طب ما هو لازم إشي يغطيه، عشان انه اولا عشان انه يحميه، ثاني شيء طيب اللي عشان يغطيه مو بس لحمايه هذا، حتى انت يكون عندك الليونه. طيب يعني انا بفضل الله سبحان الله، هذاك اليوم وقعت على الدرج هذا اللي ورايا، شفتوا هذا؟ كنت يعني باقي 3 درجات وقعت وحامله كوبايتين، سبحان الله، بس فضل الله. بس انا يعني هو فضل الله بس اللي ساعد، انه انا كمان عندي الليونه، يعني وقعت وظليتني حامله الكوبايات، خفت، كنت مركزه انه اذا وقعت تكسرت تاذيني. القصد انه لو ما كان عندي ليونه كنت انا وقعت على وجهي واتخبطت خبطت الطاوله، صارت يعني وقعه قويه، بس سبحان الله. لانه الواحد لما يكون عندي ليونه بيكون بالسهل انه يحمي. احنا عندنا بالثلج هنا يعني جاي قريب، انه بيصير ياما بنوقع ياما وياما ناس بتتكسر، بس لما يكون عندك ليونه تقدري تتفادي، يعني على الاقل يعني بتقدري انك تحمي نفسك. طب اذا ما كان في انه ميبسه هيك، يعني فالناس اللي هي بتبقى ميبسه لازم، انا عامله كتير فيديوهات، شوفوا انتوا خدوا الاكلات المضادات الاكسده، لازم الحركه لازم، فهذا عشان انه انتوا لما تكبروا. وبعدين النساء انت ما تفكري يا حبيبتي انه هذا إشي يعني انه مظهر، هذا حمايه لإلك. يعني انت تخيلي حالك بدي اكبر يكون اولادي انه احفادي، اقعد العب معاهم، انبسط معاهم، اكون بصحه، ما اكونش عاله على اولادي، ما اكونش انه انا قاعده هيك بس قاعده بالادويه. ادويه ما رح تفيدكم، تراست مي. حتى هلا صار دكاتره انه خلص يئسوا، صار يقول لك فعلا الادويه ما بتفيد، الادويه بتطبطب، بس اذا في يعني كانه انت بتجيبي هذا الجرح عم بتحطي عليه إشي، بس اللي سبب هذا الجرح، ما هو في تحته في التهابات، في تحته، لازم نروح للجذور هذه حتى نعالجها، حتى احنا نتخلص منها. انا حتى عندي بقناه اليوتيوب كيف تعملي السكوات، كيف تعملي حركات الاسترتشز، كيف تعملي. ولازم تعرفي الرياضه لازم تكون بالاثقال، رياضه بالاثقال. يعني اذا انت يعني حتى والست تقول انا خجلانه، انا كثير نساء قالوا لي انا خجلانه وانا متضايقه، طب كيف بدي اعمل انا من نفسي؟ ليش تتضايقي يا حبيبتي؟ ليش انت تتضايقي من نفسك؟ حتى لو وزنك ايش ما كان وزنك، ما انت رح تضلك متضايقه، ما حتعملي اي شيء في حياتك. لازم تاخدي خطوه، مش مهم اللي حواليكي، مش مهم الناس. واحده قالت لي ابني بيقول لي يعني انت هلا جايتك تعمل رياضه؟ اه حبيبي انا بدي اعمل رياضه، انا لازم اعمل رياضه. وتشجعوا اولادكم يعني حتى انه هم يتخلصوا، لانه هذه حتاثر على النفسيه، حتاثر حتى الضبابيه بتروح من انا رياضتي بعملها الساعه 6 الصبح، على الساعه 7 باخد الشاور بصلي وبعدين شويه وبطلع على الشغل، لا ماكلة قبل ولا ماكلة بعد. هذه كمان نقطة تانية، إنه إحنا للأسف أقول لك بس تخلصي رياضة كلي لك موزة هفتان. ليه إحنا قاعدين ماشيين بالصحراء؟ ولا ليه إنه أنا قاعدة خلصت الماراثون ولا شيء؟
الناس اللي بدها تفكروا خليكم دائما كونوا اذكياء باكلكم، كونوا اذكياء بصحتكم، كونوا اذكياء بانه انتم كيف تعملوا الخطوات الصح. هلا شوف انا عن نفسي يعني انا بعمل الرياضه الصبح، ما بكون ماكله قبلها ولا باخذ اي نوع بروتين ولا اي شيء، ولا بعدها يعني لغايه ما ارجع من الشغل الساعه 4:30. القصد اقول لكم يعني كنت زمان انا احس تانيب ضمير لانه يقولوا لازم تاخذي بعدها، لما انا درست التغذيه ودرست تغذيه الرياضيين يعني قال لك اولا هرمون الجروث هرمون النمو وقت الرياضه انت عم تعمله عم يعني عم بيشتغل. طب انا هذا هرمون النمو هذا وظيفته انه هو يحرق دهون، طب انا اجي بعد الرياضه هذه اروح اكل لي موزه وقفته واخذ سكريات كل اللي عملتي راح. عشان هيك في نساء بتقولي بعمل رياضه بس ما عم بضعف، طبعا لانك انت لما تعمل رياضه انت تيجي تعبت بعدها تاكلي حسب ما انه بيقولوا لازم تاكلي، ما راح تموتي من الجوع ولازم ما تاكلي عشان يضل هرمون هذا على الاقل ساعتين. شوف انا ما بقول تعملوا زيي بس على الاقل ساعتين، ساعتين وبعدين كلي، خلي هذا شوي الهرمون ياخذ راحته شويه وياخذ ويحرق لك شوي من الدهون. بعدين ربي سبحانه وتعالى خالق لنا احنا في الكبد احنا كلايكوجين، كلايكوجين هذا هو اللي هو الخزين اللي ربي سبحانه وتعالى عامله، انه هو لما بياخذ الكبد بيخزن فيه البواقي من الجلوكوز ولما نحتاجه بيقوم بضخ لنا اياه في جسمنا، لذلك هذا هو نفسه اللي بيغذينا الصباح. لما لقوا مرضى السكر الصبح عندهم السكر اول ما يصحوا انه مرتفع وبعد ما ياكلوا انه اقل، عرفوا انه لانه سبحان رب العباد، شوفوا ربكم كيف يعني اعطانا هذا الجلوكوز، اعطانا هذا، فعشان هيك احنا مش محتاجين نفطر بريك فاست، كلها تجاره وكلها والسيريال والكلام الفاضي، طلعونا من اكلات الصحيه البيض والفول والحمص والزعتر والزيت وهذا، وخلونا ناكل اشياء تافهه وكلها امراض، وهذه اللي سببت امراض كتير حتى في عصرنا للاولاد، قديش انه الوان السيريال الوان كلها سموم، كلها مواد سامه، والمواد السامه هذه بتعطل كل الهرمونات اللي بجسمنا. فلذلك يعني انا بس حركز هلا لازم تتامني انه انت عشان تنظمي حياتك، انا ما بيهمني الشكل، انا اخر همي فعلا شكلي، انا اخر همي اني انا اطلع انه ميك اب، اطلع انه عن جد انا هلا بعمري 58 سنه يمكن بحياتي كلها يمكن 4 مرات حطيت ميك اب عشان فرح، يعني كل اللي بعمله بحط خط هنا وحتى لا ماسكارا ولا ايش ولا على اي شيء. طب ليه؟ انا بهمني اللي جواي، لانه جوا هو اللي بيطلع، من كان نفسيه بكان انه الاكل اللي باكله، ان كان لانه الشكل ايش بدنا نلعب فيه، هذا خلقه رب العالمين، يعني ليه انا العب بشكلي؟ ربي خلقني هيك احافظ عليه، انا عشان احافظ عليه احافظ على انه وجهي لا يترطب ولا انه لا ينشف ولا هذا، على الكولاجين وهذا، يبقى نهتم بالاكل بالبروتين بالالياف بالدهون الصحيه اللي محتاجها الدماغ، محتاجها القلب، محتاج كل جسمنا بيحتاج بروتين، كل ذره بجسمنا، والدهون يعني بالقلب من غير دهون ما بينفع، وممكن انه يصير مشاكل وجلطات، والدماغ اللي هو المايلين شيت هذا كليته غلافات دهون، اذا احنا ما اكلنا دهون الكفايه الصحيه حت يعني كرمش، وبعدين انه بصير عندنا ضبيه ومشاكل والالزهايمر والمشاكل كلها الوظائف الادراكيه والى اخره. لسه ما بدكم تعملوا رياضه؟ شوفوا قديش الرياضه هي مش شكل، ولا انه انا عشان تمشي وتتباهي وهذا، عشانك نفسيتك انت، تعرفي لما تعملي رياضتك انت بعدين انه بقيت النهار انه انت خلص اركنتي، بس القعده هذه حتجيب امراض، القعده هاي حتجيب تيبس، القعده هاي حتجيب مشاكل والتهابات في الجسم، القعده لانه what you don't use you lose، اللي ما بتستعمليه بتخسريه. فركزي انت وكوني ذكيه بطريقه اكلك، كوني ذكيه انت تعملي رياضه من كان من عمره، يعني انا بقول اطفال مو ضروري تستنى البنت عمرها 14 15 عشان تعمل رياضه، مو ضروري تستني يا لطيف انه واحدة تستني مرض عشان تقولي لازم اعمل رياضه، هذه لازم تكون نظام حياتي يومي للجميع الاعمار من الاطفال وحتى الاطفال. على فكره الاول ما بيولدوا انا حفيدتي مثلا اللهم صل على سيدنا محمد بتضلها تحرك وتحرك وتحرك، الله خلقهم يتحركوا، شوفوا كيف بتلاقيهم مبسوطين، هم لما تقولي له اقعد واسكت بتلاقيه بصير زعلان، شفتوا كيف ربي خلقها، هذه طبيعه يعني فطرة إنه إحنا لازم نتحرك، فالحركة هذه بركة، الحركة هاي هي اللي بتعطي الفرح والانبساط. ليش الأطفال بتخديهم على البحر بينبسطوا، خديهم على مثلا حديقة حيوانات، خديهم شوفوا كيف هذه الفطرة، بعدين بيبتدي إنه عيب وقعد واسكت وإهدى وهذا، بتكتم كل ما قلت له أقعد كتم بينكتم، هنا بتصير مشاعر سلبية مخزنة، وبعدين لما يكبروا بسن المراهقة شو بيصير؟
بصير عندهم والعياذ بالله بصير فساد. شفتوا ليش طاقات سلبية؟ فلازم الحركة يعني، فهم حطوهم في رياضة، حطوهم في جربوا معاهم. أنا أولادي كلهم جربت معاهم من هم أطفال من عمرهم 4 5 سنين ابتدوا بالرياضة وكانوا منتظمين لحديت هلأ. الكبير عمره 37 والصغير أصغر واحد عمره 31 وما شاء الله الله أكبر. يعني الرياضة ما بيقطعوها، لأنه يعني عندي 3 اللي أخذت سباحة واستمرت معاها لقتها أنه هي هذه رياضتها، واللي كيك بوكسينج وابني التيكواندو. فليه؟ لأنه تأسسوا. فإذا حتى أنا ابتديت 40 سنة، أنا ما بقول لك ما حدا ييأس، حتى لو عمرك يا أمي أنت هلأ 70-80 سنة، قومي اعملي اتحركي سوي أي إشي، حتى لو جبتي كباية جبتي أي إشي، المهم أنه ابتدي ابتدي عدي. شوف أنا في طريقة حلوة سبحان الله، يعني أنا ما بيكون عندي خلق أعمل رياضة بلبس على طول، لأن ده أوقات بعملها بالبيجامة مش مهم عندي، لأن أنا كل رياضتي أثقال هاد، بس إنه لما ببقى بقوم بلبس لبس الرياضة وبضل طول طول الوقت. يعني أنا عشان دائما من أول ما ابتديت أشجع حالي، مش هما بيقولوا لك إنه مثلا أعملي 8 مرات هيك، أنا هذا أنا كنت أعتبره إنه بيني وبين رب العالمين، بس لحتى أقولكم أشجع نفسي كيف، وإنه الواحد يعلم الناس وربي ما يروح ثوابي، إنه أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وأعيدها مرتين. ونفس الإشي لما أعمل أي نوع رياضة، تعرف هيك بكون ذكرت ربي. ولما ما بقدر إني أشيل أثقال بقول لا حول ولا قوة إلا بالله طول الوقت. حتى في الرياضة دخلت إنه لازم ذكر الله، حتى إن أنا أطلع مبسوطة مرتاحة نفسيا معنويا جسديا فكريا، وأروح الشغل وأبقى يعني مبسوطة. وطبعا الصدمات بتيجي بالشغل، بس إنه أنا أتحملها. القصد أقولكم إنه إحنا لازم بكل الأعمار الرياضة، وبالنسبة للنساء بالذات. ما بدي أطول عليكم، وإن شاء الله أراكم فيديو تاني، واللي عنده أسئلة ترك لي إياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.